A uniformly charged straight wire lies along x axis with its center at the origin as shown. Points A and B are on either side of the wire at equal distances from the edges of the wire. يعني الحتة دي قد دي إن center والمسافة دي قد المسافة دي. يعني بعد ال A عن الرد نفس بعد ال B عن الرد سواء عن ال edges أو عن السنتر. بيقول the electric potential at A is 20 volt. The electric potential at B يبقى كام؟ هو ده بوزيتيف لأن اداني V بوزيتيف. طالما اداني V بوزيتيف عند ال A ب 20 هيديني عند ال B ب 20 طالما نفس المسافة. لو كان سالب واداني هنا ماينس مثلا 20 يبقى هيديني هنا ماينس 20. يهمني المسافات بعد النقطة عن الرد أو عن الشحنة ده اللي بيأثر في ال V. ما يفرقش بقى هو يمين ولا يسار. يعني مهما مشيت هنا مثلا 100 ومشيت هنا 100 هيكون نفس القيمة طالما في سيمترية بالنسبة لوضعية الشحنة. لو حاجة هنا وحاجة تحت نفس الشيء مثلا بعد 20 متر مع ماينس 20 متر 5 متر مع ماينس 5 متر هيدي برضو نفس البوتنشال انرجي. البوتنشال الالكتريك بوتنشال اللي هو نفس القيمة بالفولت.